بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم نورني في قناتنا. كل الوطن العربي وكل الشارع المصري دلوقتي منتظرين المحاكمة الاولى لمرتكب وقعة نيرة اشرف، ومعانا دلوقتي بس لايف الوصول والدة ووالد الطالبة نيرة اشرف طالبة جامعة المنصورة، واللي تم الغدر بها على ايد زميلها محمد عادل طعنا وذبحا. كل دوا كان خارج اسوار الجامعة زي ما كلنا عارفين. يشهد محيط المحكمة الآن محكمة جنايات المنصورة تشديدات أمنية مكثفة على كل مداخل المحكمة بصفة عامة. انتشرت قوات الأمن المركزي بمحيط القاعة وداخل القاعة. حضر طبعا مدير الامن، مدير امن الدقهليه، والكل دلوقتي منتظر لحظه وصول المتهم. اعدام باذن الله. وزي ما انتم شايفين معايا والد نيره بيبكي وباين عليه طبعا جدا علامات الحزن. ربنا يصبره ويرجع حق نيرة. الكل دلوقتي في مصر والوطن العربي منتظرين حق نيرة، وإن شاء الله يتم الحكم من أولى الجلسات. كل الشعب المصري والشعب العربي عايزين احنا مستمرين معاكم مشاهدينا من داخل محكمة جنايات المنصورة، وحضور أسرة المبني عليها للمحكمة لحضور أولى جلسات محكمة المتهم. دايرة وصلت. هنسمع بقى دلوقتي كلمة والدة نيرة للمتهم. اقول له ايه ان شاء الله يعني هيتحاسب حساب، يعني مش عارفه فيك ايه حسابه مع ربنا ان شاء الله. حسبي الله وان شاء الله شاء الله. زي ما انتم شايفين معايا دلوقتي توافد الساده المحاميين على القاعه. هيظهر معانا دلوقتي زي ما انتم شايفين في اللايف المحامين ولا حضرتك محامي المتهم. يعني هتبقى انت حضرتك منتدب من المحكمه ان شاء الله للدفاع عن المتهم. طيب يعني قضيه صعبه قوي اللي انت تكون موجود في الدفاع عنه. لسه بقى اطلع عليها واشوف، يعني اطلع على الاوراق كلها. لسه ما قدرتش القضيه. طبعا هصوعبها واشوف، يعني ادي لها كل الاهتمام طبعا. في نقطه مهمه هنا، الاستاذ محمد بيقول ان هو لسه هيطلع على القضيه. والحقيقة محامي نيرة أشرف قال إن القضية دي إن شاء الله يتحكم فيها من أولى الجلسات أو التانية بالكتير، لأن القضية متكاملة الأركان. هم صرحوا لنا بس لسه الوقت نخش. هخش أشوف السكرتير بس. يعني حضرتك لسه أنا شايفك لسه من على الباب. طبعًا أنا ماسك من على الباب يعني ف لسه داخل دلوقتي. هشوف بس اشوف بس عشان ناخد نسخه منه ان شاء الله. لكن حضرتك ما فيش النهارده مرافعات او استعداد للمرافعه او كده؟ شوف الامور اللي يعني لسه ما كل شيء بيتكشف في حينه. فاحنا لسه بنشوف هل يا ترى كل دي امور لم تحسم بعد. لان هي خطوه تطلوها خطوه. فدلوقتي انا هتوجه ان شاء الله. حضرتك مش صعب توجودك النهارده ليه؟
انتداب المحكمه. حضرتك تم انتدابك رسميا منتدب للدفاع عن المتهم بقتل النيرة اشرف. بكده بقى نفهم من كلام استاذ محمد ان هو لسه منتدب حالا، وبكده نفهم ان اهل المتهم ما وكلوش محامي عن المتهم. هننتظر ان شاء الله نتيجه الجلسه وهنوفيكم بالتفاصيل اول باول. في انتظار الحكم ان شاء الله حق نيرة يرجع. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.